نبدأ من فقرة الصور الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة أمس يعني كان هناك صور قليلة لأنه كانت الصور الأكثر هي موضوع الانفجارات في بغداد وبقية المدن، لكن إحنا في أهل المدينة نمتنع عن عرض مثل هكذا صور لأنها مؤلمة كثيراً. يعني ما نشوفها إحنا على أرض الواقع يكفينا أنه إحنا ننشر صور مؤلمة تذكرنا بمأساتنا ومعاناتنا. نروح إلى صور انتشرت على بعض المواقع ونبدي مع هذه الصورة اللي قبل فترة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يوم أمس يبدو أن هناك شخص حب أنه يذكرنا بالأطفال العراقيين الذين يعيشون في الشارع ما عندهم مأوى، ذكرنا بهم يمكن في هذا البرد. مجموعة من الأطفال يشاهدون أفلام الكارتون من إحدى الشاشات المعروضة، طبعا هذا محل يبيع الشاشات ويبيع التلفزيونات أو الأجهزة الكهربائية، فالطفل بريء وأكيد الكل يهوي أو كل يحب متابعة أفلام الكارتون أيضاً. يعني فهم جلسوا فيها بهذا المنظر في الشارع يتابعون أفلام الكارتون. فعلا مفروض أن احنا دائما نتذكر أن هناك أطفال يعيشون في الشارع، خاصة هسه الأجواء باردة، يا ريت أنه احنا نتعاون فيما بيننا من أجل هؤلاء. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية، دائما أهل المدينة يحرص الأهالي ينشرون صور لبلدان أخرى، هناك تجارب أخرى. طبعا أكيد سابقين بكثير من السنين ومن التجارب. في كندا هكذا عندما ينتظرون سيارات النقل أو الباصات ينتظرون في هذا المكان، مخصصين لهم مراجيح يعني هم يغيرون جو، هم ينتظرون الباصات بشيء من الفرحة، التنزه، يعني شو نريد نسميها خلينا نسميها. لكن دائما يقولون يعني التعليق يجي من أهل المدينة على هذه الصور مثل هكذا تجارب عندنا مثلها، طبعا استهزاء بسخرية وسخرية بوضعنا احنا طبعا المأساوي. طبعا هم الاهالي محافظين، يعني احنا هذا نضرب مثلا انه مو بس الحكومات موفره شيء او الدول موفره شيء، وانما الاهالي ايضا يحافظون على الممتلكات العامه. اكيد الصوره هاي دائما تنتشر بشكل كبير ويعاد نشرها، الاخلاص بين الزوجين. هذا الشخص نشوف انه هو قد يعني هو ولد للاسف انه هو بكليه واحده، زوجته محتاجه الى ان شخص يتبرع لها بكليه، فهو طلع يجوب الشوارع من أجل يشوف متبرع لزوجته. هذا هو الحب، هذا هو الوفاء، أنه شخص ما يترك الشخص المقابلة أو زوجته أو أخوه أو أمه في وقت الشدة. وفاء رائع قد يكون يعني للأسف نقوله إحنا عندنا في وطننا العربي، مو نقول نادر وإنما أصبح قليل. صورة بعدها أيضا تحكي عن الوفاء بين الزوجين. هذه الامرأة الكبيرة في السن فقدت الذاكرة بسبب الزهايمر. زوجها قرر أن يعلمها من أول وجديد، نسيت كل الحروف، بدأ يعلمها مثل الأطفال، يعلمها الحروف الأبجدية حتى تتمكن من القراءة. هذا هو الوفاء. يعني اليوم عندنا صورتين تحمل عنوان الوفاء، المحبة، الرحمة بين الناس وخاصة بين الأزواج. تحياتنا لكل زوج وزوجة أيضا بيناتهم الألفة والمحبة والمحنة اللي هي بالتالي تنزرع بالأطفال والأجيال القادمة. طيب هذه أهم الصور اللي كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.